شو سؤالك؟ دبي البحر لا لا انا بوني بسير البحر يا غير خنت لشك البحر تبقى بوي هو يكون طايح والحين احتمال كبير ان يسير دبي عيرس الخميس والجمعة والسبت والاحد اربعة ايام شو رايك؟ ادري بتسوي في الاربعة ايام كيف يعني؟ انا دبي انا دبي بتي دبي؟ ايه ترياك؟ ايه اكيد ايه تكذب ترى ايه بك دبي منو بيجيبك دبي؟ اسد انتو يا اسد؟ يدلل؟ بس كنوا اي فندق؟ بحر فندق البحر؟ ايه شايف فندق اسمه فندق البحر؟ ايه بنسأل نحن شو فندق البحر اللي يصير لصلاح بيك فيه؟ يلا حين يلا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله كرت بارك الله فيكم بارك الله فيكم ويتكلم الحقيقي ذهب هذا هو الذهب خف منا خف عقلك وياه بس هي بس يلا بس خلاص يلا بكيف هنا يلا بنات يلا بنات عشان عشان البنات عشان البنات دواركا يو فاين من الحناية يو هابي شور ثانك يو انتي دواركا شور يلا يلا مع السلامة طالعني انت شو قايل اللي تبغده صالونة شو دياي يعني حمام يعني دياي قال لك لو ما قال اول مره اصلا عارف انك بتتغدى عندنا اليوم إيه؟ انت بتتغدى عندنا بس اليوم إيه؟ زين ما شيء مشكله وقلت لي تبى صالونه دياي إيه؟ صالونه دياي ولا حمام لا صالونه حمام لا صالونه يلا سوي له صالونه ان شاء الله ان شاء الله يلا بيسوي لك يلا يلا بده شو بده لو سلام لكم يعني يصلون الجمعه يوم الخميس إيه؟ ما بيصلوا الجمعه لا بتصلي يوم الجمعة هني عندي؟ لا أنا عمل ده فرح. زين وخلاص. العاص إيه. العاص. تعرف شو السالفة عاد؟ تأخر على أخو خلف وحين أخو خلف متصل زعلان عليه يقول له بلاك تأخر خلف استبطه قايل له بيجيه اليوم بيتغدى عندها ون وغير الرأي عاد غير الموجة صلاح خلف سمع في الستوري إن صلاح بيتغدى عدل وهو عاد مني صلاح مننهم إنه بيتغدى عندهم اليوم فطالب صالونة ويانا نحن وطلب صالونة هاي بلوى الغافلين الحين امتحان وين بيتغدى حساب ودعك الرمسة الحين بتتغدى عندنا ولا عند خلف بتتغدى بيتي ولا بيت أخوي خلف الحين قرر زين يلا الاسم أولنا ذوابة أبو محمد ذوابة أبو محمد أبوي أبو محمد ولا يحرت ساكن يا عرس أبوي متفيزر اللي يومي بيديه شو بلا بتي داخل ها يبي 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 صلاح ها بتيك العودة هاي يلا يا الشيبه يلا يا الشيبه ها يبوا له كرسي يا سعدالي يبي له كرسي هاي هاي بعد هاي ربي شو قولوا له شو بلا بيع شو بيع هذا هي للبيع يا الجسيم زكاها خلني يا رب مسلتين تقاطعني زين بعد لا تكلم زين صلاح ما قلت لك لا تكلم ما قلت الحين قلت سرقتها تقعد بس اسكت بس اخر مره صلاح هاي الميونة ليش تحمى تبغي ما ترمز صلاح صلاح اسميك يا صلاح اقول لك والله الطابخين لك شو طباخنا طباخ العمات نسيت طباخ العمات شو عباره عن شو طباخ العمات طباخ العمات على الله يحفظك الاوليه اللي بعد لكم ما بعد لكم الحين يا غير الحين اللي صاير نفس السنين الاوليه لكن السالفه الاوليه الاصليه ان تدخل عاد العمه بما معناه السيدة الأولى أو سيدة المنزل أو راعية البيت فيدخلن عاد ميادة وياها ميادة كلهم في البيت عاد عندها الأولي يدخلن ميادة وياها
يا غير الحين يدخلون بشاتيرهم والعمالهم الامراض. أما تبزي الريل العم تقول له عاد هنا الحين اليوم يا ابو عيالي بطبخ لك روحي بتعبى المنك بيدي. زين شو اللي يستوي؟ تدخل العمه نشت عاد امرت زعفور يا زعفور ما بنتي زين زعفور غسلي الجذور وانت يا مطروه غسلين العيش وتقطعين البصل انزين وترد على منو بترمس؟ ترمس سبتوه سبتوه اخبرك انت جيب الحطب وري الضو شو تريين كل هالخدمة حين ثلاث أربع خدمات خدمانها مياتة جالسة على كرسي ولا انها جالبة من حاس شرات هذا ويالسة عليه أمرت حين هالثلاث لما عق البصل في الجذر حمسي بزري عق الودام عليه مرجي هذا منو عاد العم تمر منو على مطرو مطرو عاد كبيرة الميات الكل في الكل انزين مرق اول جذر نشعاد العم وتمر على سبته سبته عاد يوم بتطورها سبته او انه يعني ما يهون عليها الصقر باسمها يا سبته من يفوح الجذر وتشبين العيش داخله ويجلب الجلب الاولي والثاني خليه ترى عمك يعيبه العيش نثري ما يعيب العيش ملتبك يا حليته بس تمهدت فيه زيره على تطريع عمرها عنبوتي طالعين علي هي نشي ابوي خمطي ابوي المرقه في التنور نشت عاد حليته حولها ولا حول نشنا حين الميات كلهن ونشت العم قبلهن وسيربها لين خيمتها تعدلت العم وتسبحت وتعدلت وغدت لك ابدا كانها سيف مصقول ترتهش بكبرها تري العم حيني الريل في الحفيز ومنتن قالت لابوي اليوم انا بطبخ لك الطباخ اليوم العم بتطبخ انزين فيوم يقولون لك عاد طباخ العمات هذا طباخ العمات الحين الموضوع كله عن طباخ العمات يوم يطبخن العمات تدخل وتمر لو هي واجفة سووا 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 ظهرت يوم بي الريل والله ها كله خدمتي عاد عفت الريل ما قصرتي يا أم فلان أما حين يقول حق الحرمة أنت ليه خادم الخدمة هاي كلها لا ما قصرتي يا أم فلان ومنات سبتوا قطعانها فقارة هل مقيلات مشاهدات من هي الرأي قالت أبوي أنا اللي طابخت لك وأنا اللي معدل وأنا اللي خاطب وأنا ومنك ما حركت إذنه ما تكتش الدباب عويها زاهب الساعة هنتين وانت أبوي مفلسف أرقادك لين الضحى العالي شو من الطباخ هذا هب الله خريط وكذب ميمع تعاو السمع صح؟ شو قلت أنا؟ صح صح؟ يا ركال عرب حرم الله يطول بعمرها ويحافظها كلمة ثانية الأول أنا خدم والأول يا فلانة يا أم فلان أنا من ثبت العقل ما شفت هاي الله يحافظها ويطول بعمرها كلمة ثانية يوم أنا خدمت الخدمة الفلانية مسير يومين تروح خدمتي أو أنه كله تروح مسير يومين الخدمة الأول يوم الجليل أبوي اللي يطبخ الجليل اللي عنده راسين بصل منو عنده الأول مرقت تنفق قارم قلت لا حيلة ماء وملح وكركمة وحطوا داخل ودام كان الحيم ولا ديي ولا سميتش يروحون ابوي ريحة الصهوار في حويكم قبت الحارة والفرجان كلها ابوي روحة وريحة لان ما حد يطبخ الا انتو يازم العور العور وسط العميان باشا العور وسط العميان باشا العميان ترى ما يشوفون بعينين ما يشوفون منها والعور يشوف عين وحدة بعد اشتغل صلاح ما شاء الله عليك ها بريح انزين بس عاد عليكم بدي تخبروا هذا منو انت منو حبيب شو تقرب لي انا اخوك خبرهم هاي عيس وانا فهمهم هو عبا انا عندي شغل في بنك ابو ظبي الوطني شارع خليفه حيب. لا الساعه 12 هذا اجر لا باجي ساعه شو رايك تصير وياي تصير وياي ولا لا صح بسير وياي؟ ايه بنك؟ ما بقال بسير الصالون؟ اول ها سمين بتايل سمين عندهن؟ لا اوحى بسير وياي خارج؟ ايه يلا قم يلا قم بسم الله مع السلامة يعني لا قولهم مع السلامة ما يعرفون ما يعرفون؟ لا قالوا بابا
اليوم المسجات من اصبحنا هم يتخبرون عن سلطان الشامسي خد بنت عمه نوير لولا ابوي ما عارف عاد الخروفه هاي تي وقفت ما لها تكمله يمكن لها جزء ثاني الله اعلم عاد انا ما عارف الجزء الثاني بنتخبر حد من هالاسعار كان عنده التكمله برد اخبركم بها. وبالنسبه بعد اللي يتخبرون عن الدواب الدهنه الدهن بها كلها مبتاعه المريل هذا والمريل اللي عقبه والمريل اللي عقبه ثلاث مرايل مقدم كل مبتاعات جايات اردن فإن شاء الله بيبتدي التسويق من بعد أسبوع ولو خمسة أيام أو ثمانية أيام لأن الحين كل الأوردرات هاي جاي مسجات من قبل أسبوعين ثلاثة والطلب ما بالتليفون ترى قلنا لكم اللي يدق تليفون ما حد يرد عليه هذا التليفون ما الأوردرات هذا بالواتساب ما عليه استقبال مكالمات كم بدال الودي عشر لو حد دق تليفون ما حبي يرد عليه الطلب بس بالكتيبة بكتبه يعني اللي بيكتب هب الرمس بعد من يا مسج يتم داخل التليفون لين يخلص يزامه متخلص دفعية الدفعة متخلص دفعية الدفعة والدنيا مطرجة يلا برايكم عادة تمام مخبركم ان عندي شغل في بنك بوظبي الوطني شارع خليفة من متى من الصبح وياس السحب وحده هنتين من هذاك الان الى هالان مو داق اللي ظنكم عدي يوم الخميس وبالاخص كان شيء اجازي يوم الاحد يا سلام سلم والعالم عزمة مسير البحر جت الهويات من كل مكان ابوي اكرر اسفي بالنسبه للسنابات شم الفيديو بالسنابات يلت شروحه ما يطيع يسير ويا ربعته فسير ادق اخلاق سيري الحين توني واصل جديد بنك بوظبي الوطن شوف عملاق تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خوش دوري يا غير عاد مثلهم هاي الحين المحنه يسمونها بلوى القافلين اني يعني ما شيء مواقف بركم ترى المكان ابوي اللي ما فيه زحمه هذا عباره عن مكان ميت هي نعم اي مكان ما فيه زحمه عباره عن مكان ميت منو يبا حافظ عليهم قالوا لي قرب ابوي قرب مره لا تدور باركن ولا وافين وافين حلب ظبي الوطني قال ابو ما تهون علينا نوجف خاري قرب قال ابو قرب مره الباركنات كلها طلقه لك هي ما لا عاد تدور لكم مكان اللي فوق حافظ عليهم وافين ابوي يا حافظ على الخدمة يا حافظ على الخدمة Thank you very much Thank you بعد تحت بعد سواقة شواب مليون رصيف مليون رصيف أبوي دعمت مليون انزين 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 ما هذا بير Thank you very much wait you take me up I don't know the way يلا wait يلا برايكم حبيبي بس خلاف شكرا جزيلا يا بنك ابو ظبي الوطني ما قصرت وبياض الوجه كله زين وكله قهوي وكله فنان وكل ما عندكم زين حرامي انك تحس عمرك كأنك يالس في سرب غول في سرب غول يالس سرب غول يزيق عقل اللي ما يزيق عقله يلا ما بغيت اشوف الشمس حشي يا ابوكم يا ربي حي الحياه الله يكون في عوننا باشر في القبور قمة السعادة أكون من أدخل هيئة مصرفية ولا بنك ولا وزارة ولا أي كان ألقط نسبة التوطين عالية يا سلام شيفت شيفت راعي الدار روح يا أبوك تطول عمر شيفته لو ما يقضي لك حاي براي شيفته روح تدرون شي طاري ينعد يقول والله شيفت الفلانيين تطرد الفقر 40 سنة هابوي خاصي بها هالإمارات أنا أحط في ذمتي نعم أنا روحي أحط في ذمتي 100% ها مقصود بهم أبوي هالإمارات نعم كلهم أبوي رمستيها بعدل ولا أنها رمسة هاي ما بصحيح يعني أكيد أنه عند قل عرف جليل عرف 100% المطعم أبوي سيجنتشر إن شاء الله أني بتعشى فيه يوم الأثنين الساعة 8 مطعم سيجنتشر اللي تكلت فيه هاك اليوم تقدم كنت مجربنا هنا وقال لكم من قبل من أروع المطاعم الهندية اللي موجودة في دولة الإمارات وأخيرها وألذ طعم وأنطع كل العرب أبوي اللي سارت ويربت المطعم وساروا على وصفي كلهم يازلهم لكن ما ضروري يكون يعيب هم الأكل الهندي اللي ما يعيب الأكل الهندي مطعم هندي وانت ما تحب الأكل الهندي أكيد ما بيوزلك بتصير مطعم سي فود وبتطلب ستيك ما بيوزلك أكيد ما بيوزلك ما شاء الله هالبناية أنا ما كدي تدرون ولا كدي حتى
فندق ما يندر شو هي المراد. المراد وين جيت هاك اليوم ويا زلي المطعم وشكرت عليه وصورته، وان شاء الله اليوم الاثنين حجزت ابوي طاوله حقي وحق ربعي الساعه 8 بنتعشى عندهم. إن الله جعلنا من الحيين ان شاء الله اليوم مضوايد بيلس الخميس واليمعه والسبت والاحد برد ابو ظبي اول. وهذا البيت وصلنا والنشر هذا يقول طار النشر في البلاد، هذا النشر مره اي والله اليوع اللي في الدنيا كله فيه ميت من اليوع ياو. والله بعد حلب الارصاد اليوم قالوا مره ثانيه انها بيستوي او انها بيستوي براد، لا استوى براد ولا شيء، شيء مهيب غير ما ثانك يو صلاح، ثانك يو حبيبي، ثانك يو صلاح. دبي انا باليوم بسير دبي وانت باكر بتي عندي، شو رايك؟ زين اخبرك وين بيلس وبتي، شو رايك؟ مساكم الله بالخير. طالع الساعه كم؟ 7:25 7:25 وبعدني ما ظهرت من ابو ظبي، متى بوصل دبي؟ لين وصلت البيت ولين تغديت وعينت من الله خير وعزمت هدرب ويا العيال وعندك ودونك شغله خطه في الوقت علي، اللي حطيت ساماني وثيابي مال 3 ايام في دبي وشغله شغله ركيض مالها اول من تا. كان غدانا نيسر والسم اللي في الدنيا كله فيه، يقول الاول يقولون نيسر انه ما يطيب الا يوم تناصف الخنيزيه، الحين ابوي الخنيزي بعد حبوبو ها اهل كبيرو بعد حتى خلال ما وصل وما شاء الله، والنيسر شحمه اكثر عن الحمه. ما اقول لكم اني اليوم متغدي نيسر، اوه رقم واحد شيء لا صار ولا استوى. هذا الموسم الحين يوم قبقوب ويوم نيسر، يوم قبقوب ويوم نيسر وبالتخلاف. هاي هذا ابوي عاد الموسم الحين. شو الجديد اللي بيجد فيه السيره؟ ان صلاح بييني لين دبي وبيبات عندي ليلتين وبيرد، بنرد اربع عاد بنكون يوم الاحد. زين اقولكم انا ابوي قابض الخط العابر على اساس اني بسير جده مردف مردف ومزهر والفرجان هذه، ما ادري ابوي كيف غفلت، ابوي الحين قريب اوصل الشارجه بشيركم. ودرت الطريق العدل، طريق المسلمين ودرته. شوفوا بالله عليكم اللي ساير مردف وين وصل؟ الدرابي انا وين؟ حد ياخذ 3 ساعات من دبي لين ابو ظبي؟ اروم اوصل لي الشارج وارد؟ هذا اللي صار وهذا اللي استوى عاد. ما باليد حي. اخيرا وصلت. بعد شق الانفس. يا رب البيت والحرام. هالشيء ابوكم. ادري بان السير وايد مخره. ولين خلصنا وتلبسنا وعينا من الله خير وسارين ان شاء الله دبي مول حاليا. ان شاء الله بتعشى هنا. الفير زحمة والظهر زحمة والمغرب زحمة ونصايف الليلة الحين زحمة، متى تغدي الدنيا بهدوء يعني؟ يقول العزم جدا دبي مول، فاتصلوا بنت الشباب قالوا ابوي دبي مول، ابوي يصفر يصفر العالم ابوي كلها في السيتي وورك. شوف بالله عليكم القو يسليك، القو يسليك. ها شوف الموقع وين هذا، ما يبقى كلام. ها تعرفون الموقع وتحيدونه، ما يبال رمسه وما في الحاضر مدح. تحيدون هالشيارتي وهذا ها وين سرافسكي الدالي. ها بس قال لكم بتغدي مزار، كأني كنت أدري بأن المكان بيغدي مزار. أنا ودروا ودروا أبوي ظليل الشير كلها، ما أبغى يحطون دراجتهم لتحت. كل الشباب أبوي يقول لك الطيور على أشكالها تقع، هاي اثنين اتم دكاتره وكلهم امتان وكلهم قصار. اسمع اسمع الدكتور اسماعيل الزد، هذاك اسماعيل الزد قالي، وهذا ابوي مشعل التميمي، واثنين اتم ابوي قصار ومدربحين وكلهم دكاتره. كل هالعرب ابوي يرمس مواضيع عاديه وهم من مساعه الا عن البحث ما ادري شو بلا الا ما ادري شو عن الفلسفه ما ادري شو يطرون، ما خلي شيء ما يرمسون. ما قالوا كل اناء بما فيه ينضحوا، وهاي ابويه كلهم ابويه
الا ما الدراسه وثقافه وعيزونا من رمسه الثقافه من الصف ولا هذاك يعني. ابو احمد ابو محمد ربي يعزلك المكان. ها يا زلمك اي طبعا مكان جميل وحلو رائع طبعا دبي كلها جميله وحلوه. شو رايك انت؟ طبعا دبي ديار الحي اكيد انها جميله وحلوه وايد فنان راح تستمتع فيها طبعا منتقل احبه يا رب دبي ومن سكن فيها امين يا رب. والله فرحت يوم شفتك اسماعيل. الله يخليك يا محمد. والله متى مالي عد بشوفك الحين كم من شهر ما تلاقينا؟ اكثر من 8 شهور وانا اسعد طبعا بشوفتك. الله يرحم والديك يسلمك من طيبك واحسانك. شو الفرق بين جو الامارات وجو جو دبي بالذات وجو مسقط؟ لا جو دبي اليوم جميل وايد طري بينما جو مسقط لان مسقط ليش الحراره اكثر في مسقط؟ الحراره تبتدي بمسقط شويه مبكره لان مسقط واقعه على مدار السرطان وعشان كذي شويه حاره والاجواء عندهم نوع من فيها نوع يعني من الحراره زياده وليبال اي طبعا ايضا حار حتى الماي بدا يسخن كثير سبحان الله في مسقط هالفتره. ابو احمد شو دراستك انت في الدكتوراه؟ اي انا ادرس في التاريخ الاقتصادي. دراستي بتتكلم عن التجار البانيان ونشاط التجار في عمان. متى في اي قرن؟ في القرن العشرين. تجاره شو؟ التجار البانيان ونشاط في عمان. ايوه ما شاء الله يعطيك العافيه. حد قدم رساله دكتوراه بهالمجال قبلك؟ لا طبعا بالنسبه للتاريخ اخصائي الاقتصادي ما زال جديد في منطقة الخليج كلها يعني أول من بدأ ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد. شو درس؟ في دراسة في الكامبرج عن التاريخ الاقتصادي وتعتبر هذه من الدراسات الجديدة يعني في منطقة الخليج بشكل عام. تعتبر من الدراسات يعني الجديدة في مجال التاريخ الاقتصادي. وانت ثاني واحد يعني؟ لا من الأوائل يعني. الشيخ كان من الأول واحد؟ إيه يعتبر يعني وأنا من أوائل الناس اللي في الخليج اللي كتبوا في التاريخ الاقتصادي وخاصة منها. شكراً أبو أحمد. عفواً أبو محمد الله يخليك لهم. جزاك الله خير ما قصر. يوم يردون علي خبرني. إن شاء الله. لكن زي في السكر. السكر في وعي. غاوي؟ لا لا. ما بغاوي؟ الغاوي حلو وايد لذيذ جميل جدا. بس ما بتكلم ليش؟ بس ما ابو احمد بركب من ساعه اشوفك. وانا بعد سعيد اني شفتك يا ابو محمد. هناك شرحت المتروع. يارك الله يا دكتور ابو احمد. بتندحك بس عليك والله العظيم ما شاء الله عليك. ها ما تزداد. بالعافيه بالعافيه ابو احمد بالعافيه بالعافيه. هني 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 بالعافيه ابو احمد. عق ابويا عق في هالطوي. وين لعيبك انت اكثر؟ هذه وايد حلوه. لا كلت انا ما يازت لي يرب ما بيرب كم بعقنا في بطني. بس عليك بتنطر شو تطعم لفيت الدنيا كلها يا ابو احمد. هذا اللي صورته انا امسحه ولا اخليه؟ لا ما تمسح. اخليه يا يا حافظ عليك يا حافظ. فيكم ريحه الطيبين فيكم ريحه هالقطر يا الله يحفظهم ربي يحفظهم ويطول بعماركم ان شاء الله. زين شو بتغاضيني عليه؟ لا تخليك من غير تسجيل. سيني جاي على اذا ما وراك شيء. ما حد تصوير؟ خليته يصورنا عادي يوم يا دورك قلت له لا مشكلة. يحق له ما يحق اللي ما يحق لغيره. ها؟ يحق لخالد اللي ما يحق لغيره. يحق كل ملكية الفردية. لا. يا محمد حاجي يا ربي يا محمد حاجي شال الاول مدينة زايد فوق جرن على جوه سبحانك يا رب. فلان طاحت من رطول هذا ابوي اللي يطرونه طاحت من رطول. اي نعم لو شفته هذا يمشي الاول على الحصى ويكسره. الله نعم
وحده وهي غانم صليطي دشت هي ولا كانت تقول او يو قلناه نوت مي هم نوت مي هم. السلام يا شباب اكرمكم الله مشكورين ما قصرتوا. سلموا ابوي على قطر وما حاش حوشه كلهم ابوي سلموا على هالقطر كلهم يا رفيد. ما اسمك؟ يعلى الله يحفظك صوري والله لا صورك ايه صور اعظمها واسمنها واكبرها يعلى الله يحفظك ما طعت ما شاء الله عليك ابو شهاب مساكم الله بالخير. مليون مرحبا ولا يسدن يعني يسدن. انا اتصل لخالدي قام مضيع سيارتي تعال هني طلع لي اياها اوكي سياره ابنها ممنوع المكان؟ نعم قول والله بس اقول لك شافوها ان سيارتك خلوها انا ابو لا لا غير شلوها اللهم لك الحمد مبروك ما حد طول ابوي مخالفه ولا شيات اللهم لك الحمد. ايش انا تعال لا لا الحمد لله. وين تعال جاي انت توقع الوقت فيه سيارتنا مكان ممنوع ها؟ ايه لكن سيارة خالدي متميزة دائما. شوف انت ايه يا رجال كان فرحان بالموقف بتنوم اسبوع عاد ايه على اساس الموقف قريب ما درابة انه ممنوع ما درابة انه ممنوع ما درابة ممنوع مرغوب يوم فضلت الدنيا هذا لازم يكون صغير كله اوكي شو المشكلة الحين ابو احمد؟ في الانترنت يا محمد الواتساب مسموح ما يشتغل من وصلت الامارات هي فاشيك على رقم الفندق ايوه وحينه اسمي يلا ان شاء الله يصير ان شاء الله اشتغل له مستهمين العالم عليه يقول لك يبي يطالع اشتغل له لا اشتغل الحمد لله اشتغل ليه يا ابو محمد ابو احمد بنشتغل انا بيلها عنك ابو احمد ما استاذ تبي متدخل